عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. حبايب قلبي اللي دايما منورني برج الميزان، الله يكون عندك خير وعندك طاقه ايجابيه وفرج طال انتظاره. كل اللي مطلوب منك ان انت تصلي على الحبيب وتدعم الفيديو بتاعك باللايك اللي بيفرحني، علشان اللايك بيرفع الفيديو بتاعك، وتسيب لي كومنت تقول فيه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وان شاء الله باذن الله ربنا يجدي لك حاجتك، ولو ظهر الفيديو ده قدامك اتاكد ان هي رساله قويه جدا هتبشرك بالخير. انا عارفه ان انت محتاج تسمع اي كلمه طبطبه، وان شاء الله باذن الله الفيديو بتاعك النهارده هيكون هو اساس الطبطبه ليك. بس انت اسمع الفيديو للاخر وركز في قراءتك، وباذن الله ربنا يبشرك من حيث لا تحتسب. نشوف مع بعض يا برج الميزان قراءتنا فيها ايه الفتره اللي جايه. بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اول حاجه انتوا عندكم قعده حلوه، قعده فيها صلح مع نفسكم، قعده فيها كده طاقه ايجابيه، هتكونوا متالقين، هتكونوا واثقين، وهتاخدوا قرار حاسم. الظروف الماديه عندكم هتبدا تتحسن الفتره دي. كمان انتوا دايما مخلصين لشغلكم لحياتكم، دايما كده في وفاء بينكم وما بين الناس المقربه لقلبكم، وعشان كده دايما ربنا بيكرمكم من حيث لا تحتسب. كمان الطاقه الايجابيه دي هتبقى جايه لكم بعد الوقف الحالي اللي انتوا مريتوا بيه. عندك حظ حلو وسكه جديده هتتفتح لك بعد وقف الحالي اللي انت بتعاني منه. كمان اقدر ابشرك بتوازن بينك وما بين حد في علاقة أو في موضوع، هتتوازن كده وهتاخد قرار حاسم. عندك تيسير من بعد ما كانت الدنيا متلخبطة معاك. كمان انت هنا في بشرة خير بخروج طرف من حياتك بيتدخل عندك، وكمان انت طالب من حد مبلغ في المال، أو في مبلغ عندك هيجيلك الفترة دي وهتاخد حقك تالت ومتلت. كمان انت هنا حاسس حاجة اتجاه شخص معين، في شخص عندك انت بتحبه او هو بيحبك، في كده كلام بينكم، علاقة او في اعجاب، في امر هتسمعه الفترة دي هيفرحك قوي. بس انت عمال تعافر في طريق خطأ، او انت خدت قرار خطأ لحد الان ندمان ان انت خدت القرار ده. كمان انت مستني نقلة باي طريقة، او مستني خروج من الموضوع اللي انت شايله فوق كتفك او فوق حياتك. انت مش عارف ربنا كاتب لك ايه، ممكن يكون الفترة دي ربنا كاتب لك التغيير اللي انت مستنيه، او الطاقة الايجابية، او الفرح اللي طال انتظاره. انت شغال وعمال تعافر وعمال تبني وعمال تشجع نفسك بنفسك، بس دايما حظك قليل مع الاشخاص اللي في حياتك، دايما عندك حالة ركود. انت الفترة دي لو اديت نفسك راحتك في نومك وبطلت التفكير السلبي حياتك هتتحسن. عندك واحدة ست بتدعي ان هي بتحبك وعايزة لك ايدلك صوابعها العشرة شمع، بس انت لو عرفت قد ايه هي حقودة وغلانية من جواها، انت هتزعل على نفسك اكتر ما انت زعلان. زي ما قلت لك في انجذاب او في اعجاب مع حد حلو. كمان انت الفترة دي لو مكركب او في امور خايف منها، صدقني هيبقى في نجاح عندك. في شخص دايما بيحاول يستفزك وبيحاول يتكلم عليك في حاجات مش موجودة في حياتك، الشخص ده يعني هو اصلا طاقة سلبية. عندك حد من ابراج مائية، الحد من الابراج المائية هيقف معاك وهيحاول يساعدك في حاجات كتيرة جدا، وهيبقى هيوزع ليك طاقة ايجابية باذن الله وهيدعمك. انت بتحاول تنظم وقتك وشغلك ومسؤولياتك الفترة دي. انت اليومين دول نفسيتك تعبانة وقلقان وما بتنامش كويس، تفكير على طول او حيرة على طول. في كمان تجنب، انت متجنب ناس موجودة في حياتك بسبب الظلم. في حاجات هنا انت شغال عليها. بس الايام دي عندك كام حلم كده قلقك، رغم ان عندك انفراجة حلوة. دايما حزين ومخدور من كل اللي حواليك، رغم ان انت بتتمنى لهم الخير. دايما مش حاسس غير بالظلم والقهر، وحاسس بالوحدة، حاسس ان مفيش حد معاك.
البعض منكم كمان لإما هو ناوي يعمل عملية لإما عنده حد ناوي يعمل عملية. بلاش تأنيب الضمير اللي على الفاضي وعلى المليان، انتوا في حاجات ما بتكونوش عاملينها بس بتأنبوا ضميركم عليها. الحب طردتوه من حياتكم طردة ملهاش رجوع، مش عايزين اي حاجة من ناحية الحب علشان دايما علاقاتكم كانت فاشلة مع الحب. كمان انتوا من الاشخاص اللي بتساكوا في الناس بسرعة، رغم ان انت عندكم ربط احداث شديد، روحانياتكم عالية جدا في ربط الاحداث، بس بتساكوا في الناس بسرعة. وكان في منهم شخص انتوا وثقتوا فيه وحبيتوه وفضلتوه وقلتوا الشخص ده هيكون مختلف عن كل اللي في حياتنا، محدش جاب لكم الوجع والمشاكل غير اللي انتوا قلت عليه مستحيل هو يخذلنا. فانتوا هنا بعض منكم بيفكر في الانفصال بسبب سحر بيتجدد له من ناس حقوده وغيرانه، فياريت تاخدوا القرار في وقت حاسم. طيب انتوا هنا زعلانين من حد او في حاجه مزعلاكم شويه من حد، وواقفين وساكتين وكاتمين وخايفين من حاجه كبيره جدا في حياتكم، رغم ان عندك طاقه ايجابيه وهتطلعوا من الدوامه اللي شايلينها على كتفكم فوق زياده عن اللزوم. كمان انتوا وقع عليكم ظلم من ناس وهيبقى عندك جزء من ظلمك باذن الله، وهيشربوا من نفس الكاس. انت ما بتحبش الشماتة في حد، بس هم شمتوا فيك في وقت ما كانش ينفع ان هم يشمتوا فيك فيه. كمان انت هنا بتحترم كل الناس، بس ما لقيتش حد واقف معاك في الشدة بتاعتك، ما لقيتش حد بيساعدك في اي حاجة. نكروا الجميل بتاعك، نكروا اللي انت بتعمله في عملته عشانهم. عندك علاقة مع برج الجدي، هيبقى في كلام بينكم وهيبقى في امور، او انتوا عندكم علاقة مع سوشيال ميديا او حاجة تخص السوشيال ميديا، الله اعلم. طيب انتوا هنا العين عليكم ومؤثرة عليكم، والبلوك اللي عندك ده هيتفك، البلوك اللي عندك معمول هيتفك، بس خلوا بالكم ان انتوا طيبين جدا، ومن خلال طيبتكم دي بتوقعوا في خذلان وبتوقعوا في مشاكل، بتوقعوا في مشاكل. عندك كمان ست هنا من المقربين لقلبك، اللي هي من يعني ست مقربه ليك. الست دي غيرانه جواها حقد، يا ريت تخلوا بالكم منها. في كسبان او في قعده حلوه، لإما دخول محكمة بالخير أو بالطاقة الإيجابية، بس انتوا هنا عندكم صداع مستمر أو صداع مزمن. الأيام اللي جاية دي هيكون في انفراجة حلوة، الانفراجة دي بسم الله ما شاء الله عليك هتكون طاقة ليك وهتبقى قوة وازدهار. مين الست الكبيرة اللي في السن دي عمالة تدعي لك وتقول لك ربنا هيكرمك من حيث لا تحتسب؟ كمان انت عندكم علاقة او مش علاقة، حد تعبان من برج السرطان، حد حزين، حد مخنوق، الله اعلم، وانت واقف معاه او انتوا واقفين معاه. كمان انتوا هنا اتعرضتوا لخيانة او انانية، حد كان اناني، حد كان بيأذيكم، او انتوا دخلتوا في علاقة غامضة والعلاقة دي كانت وجع ليكم، سببت لكم وجع سلبي. بسم الله كمان ما شاء الله عليكم، هنا في انتصار على حد كسر بخاطركم اكتر من مرة. اقدر اقول انه هيبقى خلاص برافع عليكم، قررتوا ان انتوا تشتغلوا، قررتوا ان انتوا تعملوا حاجات جديدة، وزي ما قلت لكم انتوا قررتوا ان انتوا تشتغلوا، انتوا طالعين السلم والسلم ده نجاح ليكم وازدهار، انتوا خلاص هتلقوا نفسكم. نعم انتوا قطعت علاقتكم مع شخص بقالكم فترة وما بقيتوش عايزين تسمعوا منه حاجة ومش عايزين تتعاملوا معاه اصلا، او كان في علاقة مع حد نرجسية، علاقة سامة، علاقة كلها سم، علاقة كانت تعباكم خزلاكم تعبتوا منها وقررتوا ان انتوا تبعدوا وتنفصلوا. وزي ما قلت لكم البعض منكم بيفكر في الانفصال او انفصل عن الشريك بسبب اللي عرفه او بسبب انه تعب واستحمل. انتوا حملين قاسية، بستحملتوا كتير، بس وقت ما بتقولوا خلاص ما بتعرفوش ترجعوا زي الاول في الحاجات دي. طيب مين اللي حد، انتوا لا اما عندكم حد معاه طفل تعبان، الطفل اللي تعبان ده انتوا زعلانين عليه
قوي او زعلانين على ابنكم بنتكم او لحد من المقربين عندكم، باذن الله هيبقى في طاقه ايجابيه وعندكم خبر حمل، وفي نفس الوقت انتوا في حاجه هتحصل لكم هتطلعكم من اللي انتوا فيه ده. فتاة عندكم فتاة شعرها طويل حلوة جدا، الفتاة دي دايما انتوا خايفين عليها او دايما حاسين ان الدنيا محطوطة عليها. الفترة اللي جاية دي انتوا هتبدأوا تقفوا على رجلكم، هتبدأوا ترموا الماضي ورا ظهركم، وهترموا القلق والحيرة والخنقة دي ورا ظهركم، وهتعيشوا حياتكم الفترة اللي جاية. انتوا دايما معروفين عنكم بشياكتكم وأناقتكم، بس دايما مغدورين، خلوا بالكم من النقطة دي. عندكم علاقة مع حد فارق جنسية او فارق مكان، فارق حاجة، علاقتكم بيه قوية بس في شوية ضغوط، انتوا محتارين وزعلانين بسبب الطاقة السلبية، لازم تطردوا الطاقة السلبية من عندكم. كمان انتوا هنا في علاقة قديمة خايفين ترجع او هتتفتح قدامكم، ومش هت يعني هي هيبقى في علاقة هتتفتح قدامكم وهتاخدوا فيها قرار، خلوا بالكم من النقطة دي. كمان في حاجة هتشرح صدركم بمجرد ما هتحصل الفترة اللي جاية، وهيبقى في امور طاقة ايجابية. برج الثور في علاقة بينكم بتربطكم، او في كلام يخص برج الثور عندكم، او موضوع هيتفتح قدامكم. أعلنتوا حربكم، أعلنتوا انتصاركم، خلاص عايزين تطلعوا من اللي انتوا فيه ده، في لا إما في حرب، لا إما في مواجهة، لا إما في حاجة هتعملوها انتوا. دايما خلوا بالكم من نفسكم، بلاش تفضلوا تتنازلوا من أجل الآخرين، انتوا هتوصلوا لحلمكم، بس من كتر ما انتوا بتتنازلوا علشان الآخرين بيسبب لكم وجع دماغ. في مكالمة حلوة جدا جدا في الطريق ليكم، المكالمة دي حد هيكلمها لكم انتوا مستنيينها اصلا. اعدائكم كانت دايما من المقربين لقلبكم، يعني المقربين ليكم اللي عارفين عنكم اسراركم وعارفين عنكم كل حاجة، هم دول اللي كانوا اعداء ليكم، فخدوا بالكم من النقطة دي. كمان انتوا هنا في ميزة عندكم حلوة جدا، مهما بتشوفوا يعني مهما تشوفوا الناس اللي قدامكم محتاجة يعني بتطلعوها من جيبكم، انتوا ممكن تحرموا نفسكم من الأكل وتساعدوا الناس اللي حواليكم، ميزتكم دي جميلة، وعشان كده دايما محسودين، فخلوا بالكم من النقطة دي علشان خاطر انتوا اللي فيكم مكفيكم، مش ناقصين حسد ولا ناقصين طمع فيكم. كمان انتوا هنا من الاشخاص اللي دايما فعلا عيونكم مليانه وبترضى باقل حاجه، يعني انتوا معروفين ان انتوا بترضوا بقليلكم جدا، وعشان كده دايما بيقولوا ايه، انتوا رافعين عيونكم في السماء، بيتكلموا عليكم في كلام سلبي، فارموا ورا ظهركم، فشوفوا انتوا مستنيين ايه واشتغلوا عليه. انتوا عندكم بشرى او سعاده لقلبكم، والعدو اللي عمال يبذل اقصى مجهود علشان يوقعكم، بإذن الله ربكم هو اللي هيوصلكم للحال أفضل. البعض منكم بيشتكي أو البعض منكم رايح للدكتور، عنده وجع أسنان، وجع في المعدة، ألم في الظهر، العظم عندكم خشونة، في شوية وجع، بس بإذن الله هتكون على خير. كمان انتوا هنا حصلت فتنة عندكم، والفتنة دي من صديق او من حد مقرب ليكم برضو، كان بيعمل فتنة ونهيتوا علاقتكم بيه او خرجتوه بره حياتكم. البعض منكم في طرف ثالث بيتدخل بينه وما بين الشريك، بيقول كلام سلبي او عكس ما هو فاكر، فمش حابب الموضوع ده ولا حابب يكون الطاقة السلبية متوزعة بالطريقة دي. رغم ان نفسيتكم فيها طاقة سلبية ونومكم متلخبط، وخلي بالكم ان انتوا الفترة دي انتوا عندكم عصبية زايدة، بلاش العصبية الزايدة عشان العصبية دي مسببة لكم الضغوط اللي انتوا بتمروا بيها، اختموا نفسكم كده بالراحة وصلوا على الحبيب. البعض منكم ناوي على خروج من المكان اللي هو فيه، ناويين على سفر، ناويين ان انتوا خلاص تيسروا اموركم وتدبروا حياتكم بعيدا عن الناس. كمان انتوا بقالكم اكتر من كذا سنة
تعبانين ومخنوقين وبتستحملوا وماشيين بما يرضي الله، بس خلاص ما بقيتوش تيجوا على نفسكم في حاجة تانية، علاقتكم نهيتوها مع برج الحوت بسبب الظروف وبسبب المشاكل، وكان في سحر بيتجدد لكم من المقربين من اهل الشريك، وكان دايما في خلافات بينكم من اول من بعد الجواز بمدة معينة. كمان انت عندك هنا حد هيكون سبب نقلتك وهيكون سبب خير ليك بإذن الله. مين الست او مين الحد اللي كان من اهلك اكل حقك في ورث او اكل حقك في مال، اكل حقك وانت زعلت جدا وفوضت امرك لربنا وخلاص. ناويين تعملوا عملية الفترة دي، انتوا ناويين تعملوا عملية، احساسكم عالي والعملية بإذن الله هتنجح، واهدوا بس انتوا كده وهدوا اعصابكم، عندكم نجاح بإذن الله بس في ضغوط. هنا كمان انت مركز على تحقيق هدف طال انتظاره عندك، وبدأت تتغير، بدأت تكتم فرحتك، يعني ما بقتش زي الاول، اتغيرت 180 درجة. يعني لو في حد عايز يأذيك او عايز يتعبك، انت خلاص بقيت كاشف الشخص اللي معاك على حقيقته، وعارف ان الشخص ده مش حابب لك الخير، رغم ان نفسيتك تحت الصفر، ومهما بيحاولوا يأذوا فيك ويتكلموا عليك على جميع الاصعد انت هتكون متفوق عليهم. الضغوط اللي كتيرة اللي عليك دي نهايتها فرق. في هنا صلح في قعدة او في لقاء، عندك اتنين بيتفقوا دايما لأذاكم، دايما بيعملوكم ذبذبة في طاقة سلبية ومأثرين عليكم في ضغوط، محتاج الاحتواء والحنان، محتاج حد يقف جنبك رغم ان انت مش عايز من كتر اللي انت شفته، بس في طاقة ايجابية عندكم، في مال جايلك، والمال ده هيبقى سبب رئيسي ان انت يخرجك من الشوشرة اللي انت فيها. انتوا كمان عمالين تسعوا بأي طريقة. بسم الله ما شاء الله عليكم، ابتسامتكم جميلة جدا، حياتكم بريئة، ففي هنا خروج من مشكلة كبيرة على كتفكم. انتوا قررتوا ان انتوا تتغيروا للصح، قررتوا ان انتوا تبعدوا وتاخدوا طاقة تانية مختلفة. ناس دخلوا بيوتكم خربوها ودمروها، حاليا مازالت، يعني حاليا انتوا مازال بتعانوا من الناس اللي دخلت دي وخلتكم خدتوا قرار، في غيرة وفي حقد عليكم بسبب ان انتوا براءة، دايما كده حياتكم بريئة، دايما بتتعاملوا بمحبة وبطاقة ايجابية. ألم في الكتف غير طبيعي، وأحلامكم خايفين منها رغم أن عندكم لقاء حلو، وعندكم يعني احتفال بعيد ميلاد، احتفال بحد هيبقى فيها فرحة، ممكن كمان لقاء طاقة إيجابية، اللقاء ده هيكون حلو قوي، أو هتشوفوا حد بعيد عنكم بقالكم مدة، بقالكم غياب في حاجات كتيرة. مين الشخص اللي كان متعدد العلاقات اللي عندكم وخلاكم فقدتوا أملكم في حاجات كتيرة جدا، رغم ان انتوا خلاص الدنيا بدأت تتظبط، بس انتوا في طاقة هنا مؤثرة عليكم من الشخص ده، يعني انتوا في حد بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيه على طول. الألم اللي في راسك والألم اللي في الظهر هيخف بإذن الله، بإذن الله هيخف وهيكون في تواصل حلو. العاطفة عندك فيها تحسن بنسبة 90%، علشان الوضع اللي انت فيه تعبك، اي نعم محتار في الحياة العاطفية ما بين اتنين او ما بين حد ومش عارف تاخد القرار، وفي مشكلة عمالة تواجهك، بس في طاقة فرق رغم ان في شوية ألم وشوية حيرة وشوية خنقة، بس بإذن الله كل حاجة هتعدي. ممكن كمان انتوا تكونوا خايفين من حد معين في حياتكم، الحد ده واقف بينكم ما بين تحقيق الحلم، وهيبقى فيك طاقة تانية مختلفة، انتوا في تعليق مع حد متعلق بيكم او انتوا متعلقين بحد،
والحد ده يعني كده هو فعلا بيحبكم قوي، وفي امور حلوة، في تقديم على طلب او تقديم على وظيفة او تقديم على شهادة، الله اعلم انتم هتقدموا على حاجة الفترة اللي جاية. في عندكم حرف الحاء، حرف النون، حرف الألف، حرف الميم، حرف السين، دول موجودين في حياتكم الحروف دي. في كلام ما بينكم، في حاجة تخصهم، انتوا ساكتين اليومين دول بسبب حد كده بيتكلم عنك، او حد بيتكلم مش بي... حد بيتكلم عنك وانت مش متوقع ان الشخص، انت بتقول ازاي انا كنت مغفل، ازاي انا كنت ساكت وكنت مآمن للشخص ده والشخص ده هو اللي بيطعني وهو اللي بيغزلني. خطوبة هتكمل مع حد من أبراج نارية وهتكونوا مبسوطين جدا رغم الأذى اللي عليكم والفشل، بس هيكون في طاقة تانية مختلفة. الوقت ده خلاص بدأت الدنيا تتغير عندكم، بدأت الحياة تبقى فيها أشكال مختلفة، والشخص اللي كسرك وظلمك اللهم يا شماتة، بس هتشوف قد ايه حكم ربنا عليك كبيرة. انت عايش في عيشة وكأنك مش عايش، عايش في دوامة، عايش في يعني حتى اللقمة مش متهني بيها اللي بتنزل معدتك، بتتعذب، وده كله من المقربين ليك، المقربين حاطينك في بالهم وبيحقدوا عليك بكل الطرق، رغم ان انت هنا بص عملت كتير جدا من اجلهم ووقفت، بس انت ليل ونهار بتعيط على حد سابك فجأة او على حد اتفاجئت بعدانه عنك. خليك سكت، خليك خلاص، وزي ما قلت لك ان الطرف التاني اللي بيتدخل في حياتك ده اذيك، وهو سبب الهم اللي انت شايله لوحدك والوجع اللي انت مش قادر تستحمله. طيب هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، هتستغفروا ربنا وهتاخدوا قرار حاسم، وهتقرروا ان انتوا يكون في عدالة في حياتكم بمشيئة الله سبحانه الله وتعالى. وفي مشروع هتدخلوا فيه، المشروع ده هينجح. في حد وقعكم في خطيئة، كان دايما بيرسم عليكم الحب والحنان والطاقة الإيجابية، وما توقعتوش ان الخذلان يجيلكم من الشخص ده. كمان هنا يعني في حاجة ضايعة منكم عمالين تدوروا عليها بكل الطرق ومش عارفين، او مش عارفين تلاقوها. في بلوك بينكم وبين برج العقرب هيتفك الفترة دي وهيبقى في كلام. في حد فعلا بيقول عليكم ان انتوا طيبين جدا، ان انتوا تستاهلوا حياة احسن من كده، بس مش بايده حاجة او مش بايدها حاجة ان هي تساعدكم في اي حاجة. والحد اللي بيدبر لكم مقيدة من غير اي سبب هتتقلب ضده وهتشوفوا وهتتفرجوا، انتوا بس الفترة دي هتقعدوا تتفرجوا. في حد مريض عندكم وانتوا ليل ونهار زعلانين عليه وبتعيطوا عليه بسبب الطاقة اللي انتوا فيها. في حد كمان بيقلدكم، يعني هنا حد بيقلدكم بأي طريقة، اتحطيتوا في موضوع والموضوع اللي انتوا اتحطيتوا فيه ده قررتوا ان انتوا تشتغلوا، قررتوا ان انتوا تعافروا، هتثبتوا براءتكم بنفسكم، هتاخدوا حقكم تالت ومتلت، وهتتكلموا بطاقة مختلفة. انتوا مش عايزين تقنعوا اي حد، بس انتوا هتقنعوا نفسكم، بس عايزاكم دايما تخلوا بالكم ان انت عندك خبر حلو، وكمان عندك خروج من طاقة سلبية، وهتعرف مين اللي عمال يأذي فيك ويقول عليك كلام سلبي. كمان الشريك عندك في ضغوط نفسية في شغله او في حياته، او هو حيران، او هو كاره حاجة معينة عنده. كمان بسم الله ما شاء الله عليكم، هنا في طاقة تانية مختلفة، الطاقة دي هتبقى حب ليكم، وهتبقى امور تجديد، او هتبقى طاقة مختلفة لشغلكم او لحياتكم بشكل كبير او بشكل ايجابي. هنا كمان الوضع اللي بالكم مشغول بيه بقالكم مدة هيبقى فيه تفوق وهيبقى فيه نجاح، انتم مزدهرين بأفعالكم. كمان انتوا هنا ناويين تقسموا حاجة على جزئين او حاجة على حاجتين،
هتقسمه لإما علاقة لإما تقسمه أمور. رقم 7 ده مميز جدا بالنسبة لكم، وده بيبقى ممكن يبقى طريق انتصار أو طريق نجاح عندكم. طيب قولولي بقى، الألم اللي بتحسوه، أو انتوا البعض منكم عنده عرق نساء، عنده مشاكل نسائية، الألم ده لسه مازال موجود، لسه بتعانوا منه، لسه في حيرة وضغوط نفسية بسبب ألم عندكم. الفترة اللي جاية دي انت هتكتشفوا حاجة، وهتحسوا ان هي دي ربنا جات لكم في وقتها بسبب الاكتشاف، وهتقولوا خلاص خرجوا بره حياتي وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. مش هتزعلوا عليهم، مش هتزعلوا على الكشف اللي انتوا هتكتشفوه، بالعكس ده انتوا هتحسوا ان ربنا نجاكم وربنا بيحبكم، اكرمكم من حيث لا تحتسب بسبب الذل والخيانه اللي انتوا بتشوفوه في حياتكم. كمان انت هنا عندكم فتره فيها تقلب المزاج، الفتره دي مع تقلب المزاج هتاخدوا قرار حاسم. اجمل ما فيكم عيونكم، دايما عيونكم بريئه، دايما عيونكم جميله، رغم انه اذكياء، الذكاء اللي عندكم خارقي، وبتفهموا على طول، مجرد ما حد كده بتبصوا في عينه بتعرفوا، بتعرفوا مين بيأذيكم ومين بيحبكم، بس بتعملوا نفسكم مش عارفين اي حاجه. اشخاص مميزين بحاجات كتيره جدا، مميزين بثقافتهم، برشاقتكم، بطاقتكم، بحاجات مميزه عندكم. في حد عندك او في حد عينه عليك في الرايحة وفي الجاية، مركز معاك قوي وبيراقبك من تحت لتحت، ومش عايز يبين لك ان هو بيراقبك او حطك في دماغه، وعشان كده انت محتاج صبر الفترة دي، ومحتاج تغيير، وممكن كمان البعض منكم بأي طريقة عايز يسافر حتى يغير جو. بصوا هنا، بسم الله كمان، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. عندك تفاؤل حلو بسبب الفلوس اللي جايه لك، اللي هتعمل بيها كذا حاجه من بعد الضيق والخنقه. خليكم زي ما انتوا اقوياء، وما تسمعوش كلام اي حد في حياتكم. ولو حد بيتدخل في حياتك ما بينك وما بين الشريك، ارمي ورا ظهرك وما تستناش حاجه من حد. عندك جمال في حياتك وتمييز حلو، هتكون مميز، وهتكون في دخول لاشخاص هيدعموك وهيقفوا في حاجات كتيرة جدا تخص نجاحك. انتوا دايما معرضين للاستغلال بسبب طيبة قلبكم وبسبب حبكم الزايد للأشخاص المقربين عندكم، بس دايما اقول ما تجوش على نفسكم من اجل اشخاص ما تستاهلش محبتكم ولا طاقتكم اللي عندكم. الطاقة السلبية اللي مأثرة عليكم دي ضغوط نفسية، فلازم تركزوا على تحقيق الهدف، وتركزوا على الطاقة الإيجابية اللي حد بيوزعها عليكم. أتمنى لكم السعادة والهنا والرزق والتفاؤل. لو عجبتكم القراءة ما تبخلوش عليا باللايك الحلو وبالتعليق الجميل اللي بتصلوا بيه على الحبيب، وبإذن الله ربنا هيكبر بخاطركم الفترة اللي جاية جبر يتعجب له أهل السماء والأرض، وهتكونوا مبسوطين جدا بالطاقة الإيجابية وبالفرج اللي في حياتكم. تحياتي ليكم، وأتمنى لكم الخير والسعادة والطاقة الحلوة اللي هتتوزع عليكم.